كونستانتين هوف ابن العشرة أعوام يغني في أحد أشهر الجوقات في العالم، وهو أحد أفراد الجوقة الأساسيين منذ 3 أشهر. تدريب وتدريس جماعي في مدرسة توماس التي تحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها قبل 800 عام. تورالف شولتس يشرف على سكن التلاميذ ويدرس في مدرسة توماس. اللغة اللاتينية هي المادة المفضلة لدى كونستانتين في مدرسة توماس الثانوية ذات صبغة المدارس القديمة. يوليوس زاتلا يتوجه إلى حصة الجغرافيا في الصف العاشر، ففي مدرسة توماس يتعلم أفراد الجوقة والتلاميذ العاديون المواد الدراسية ذاتها، لكن تلاميذ الجوقة يتعلمون في حصص خاصة بهم، وهم مطالبون بتحقيق علامات دراسية متفوقة. وبينما يدرس كونستانتين هضاب روسيا السبعة، يبدو يوليوس منشغلا في أسئلة الكثافة السكانية. الحصص الدراسية تنتهي عادة في 1:30 أو بعد ذلك أحيانا، ليبدأ بعدها درس موسيقى الجوقة. ينبغي على التلاميذ أن ينجزوا ويفهموا واجباتهم المدرسية بسرعة، إنهم يقومون بذلك وتعودوا على زيارة المدرسة قبل الظهر والتعلم في الجوقة الموسيقية بعد الظهر. استراحة الظهيرة لمدة ربع ساعة يتخللها الغناء الكورالي. يتكون طعام اليوم من المعكرونة والمقددات وصلصة الطماطم. في الطبق العلوي تهتم كاترين غلوكنا بملابس جوقة توماس، فهي تحضر وتراقب دائما قبل الحفلة أكثر من 98 زياً. أقوم بتوسيع سراويل الفتيان لأن البطون تصبح سمينة إلى حد ما بعد تناول ما طاب من الطعام. المغنون الأكبر سناً يرتدون البزات، أما الصغار فقميص كيل. أمر رائع أن يراهم المرء في الكنيسة بأزيائهم الجميلة. إنها ملابس تقليدية للحفلات منذ عام 1888. قبل أن يرتدي كونستانتين قميص كيل في مهرجان باخ، عليه أن ينهي أولاً البروفات والتمارين والتدرب على طبقة الصوت المناسبة. يجب على كل تلميذ إتقان العزف على آلة موسيقية واحدة على الأقل. يوليوس يعزف على التشيلو والبيانو. تدريبات طبقة الصوت لكونستانتين. ما يبدو سهلا هنا هو أمر شاق بالعادة. المغنون والمعلمون راضون عن أدائهم اليوم. فوجئت بأدائه الجيد، النغمات نظيفة والألحان العالية كانت أيضا مناسبة. بعد الظهر البروفة الرئيسية مع مشرف الجوقة جيورغ كريستوف بيلا. خلال أيام قليلة سيشارك تلميذ مدرسة توماس في مهرجان باخ في كنيسة توماس في مدينة لايبزيغ. والآن حان وقت كتابة الواجب المدرسي. في الغرفة رقم 1 يسكن يوليوس وكونستانتين مع 8 تلاميذ آخرين. ثمة 9 غرف تضم 98 تلميذا. ولتخفيف وطأة وداع التلاميذ لمنازلهم، ينام التلميذ الأصغر سنا أياما معدودة فقط في المدرسة الداخلية. تلاميذ الصف الرابع كونستانتين يبقون مرتين أسبوعيا هنا. إنني أنام هنا في الأعلى، وبعض الأحيان يتملكني الحنين. ولدى قضاء فترة أعياد الميلاد هنا لأول مرة يصبح الحنين أكثر. أما التلميذ الأكبر سناً كيوليوس فقد اعتادوا على حياة المدرسة الداخلية. يشارك المرء هنا في شيء كبير، وعندما يصبح المرء بعمر متقدم فإنه يفهم الأمور بشكل أفضل من السابق. نغمات جوقة توماس لطيفة، وكلما كان المرء أكبر كلما تفهم الأمور على واقعها. وأعتقد أنه يتعثر على المرء فهم كل ذلك، ولكن يقدر على التخمين.